ودي محاولة لفريق الوداد البيضاوي، دائما محاولة خطيرة، والهدف الأول، الهدف الأول لفريق الوداد البيضاوي في هذه اللحظة يسجله اللاعب ربيع العفوي. الآن محاولات من الجانبين، محاولات من الرجاء لتعديل الكفة، محاولة من فريق الوداد لإضافة هدف. اللاعب بن شريفة، هدف بالفعل والهدف الثاني لفريق الوداد البيضاوي، خطفة قوية. مرحبا بقناة الدار، وكنتمنى التوفيق لهذه القناة وايضا للطاقم ديالها، للصحفي للتقني، جميع الاخوه اللي كيشتغلوا في هذه القناة، وكنتمنوا لهم عمر مديد، وانهم بطبيعة الحال على مستوى العمل ديالهم والمهمة اللي جاوا من اجلها، وكنتمنى انهم يكونوا بطبيعة الحال دائما معنا في اخبار، في إضافة الجديد للمشاهد المغربي. اولا كان الدراسه العاديه في منطقه سيدي عثمان، اللي هي المنطقه اللي تزادت فيها في مدينه الدار البيضاء سنه 25/12/1962، كان الازدياد تما، وكان الدراسه الاخوان كاع اللي كيكونوا في منطقه بالمسيك سيدي عثمان كيعرفوا مدرسه بنو دريد، كيعرفوا بنو حزم، وكيعرفوا ليسي جميله، اللي كانوا هما المسار الثلاثي اللي امتد المرحلة الدراسة الابتدائية للثانوية ولا الإعدادية من قبل منها. بعد ذلك جاء المعهد العالي للصحافة بمدينة الرباط اللي كانت دراسة 4 سنوات، وبعد التخرج كان اشتغال في الصحافة المكتوبة. بعد ذلك مباشرة وبعد أي فترة محدودة جاءت القناة الثانية، واللي بديت الاشتغال، وكنت من الأوائل، اول انسان او اول صحفي كيلتحق بالقسم الرياضي. كانوا اخوان، ولكن كنظن انه على مستوى الجيل الجديد انذاك كان حسن فاتح، كان السي الشريبي هو اللي بدا من قبل مني لفتره محدوده. جيت انا عاد باش جاو الاخوان كاملين اللي اشتغلوا في القناه، ومن ذلك بدا واحد المسار، واحد المغامره اللي كانت رائعه حقا. حسن فاتح بطبيعة الحال له عائلة اللي كانت من 3 وليدات، والزوجة اللي دائما هذا هو الهاجس من كل العمل، وكاين أيضا تكون برفقة العائلة ديالك، يكونوا الوليدات بواحد تحاول تخلق منهم واحد الإنسان اللي يكون صالح للمجتمع ديالو وصالح للبلاد ديالو، هذا هو الشيء الأساسي. لا، هو كاين عندنا واحد الخلط، انا ما كنقولش كل شيء، ولكن الخلط بين بعض الناس اللي كيوجهوا انتقاد، بين انتقاد البناء وبين السب والشتم احيانا، او ربما تجاوز لك النقد اللي هو كنهدفوا منه لواحد البناء ديال الاشياء، تجاوز الاخطاء الى الشخص. وكنظن بانه البعض الناس اللي كيعجزوا عن تأزيم الخطاب يؤزمون الاشخاص، انه الانسان في العوض فاش يلقى الادوات باش داك الخطاب ديالك او الهضره ديالك او داك التعليق ديالك او الريبورتاج ديالك ولا اي شيء يبني واحد، يعطيك واحد الوسيله باش يهدم هذاك العمل اللي درتي به بالطريقه اللي هي تكون يبين لك من خلالها فعلا انك اخطأتي او لا تجاوزتي او لا شيء من هذا القبيل. بدون نقد راه ما يمكنش الانسان يطور لا العمل ديالو لا الشخص ديالو، ولكن كنظن انه للاسف انه الانتقادات كتكون قليله، ولكن السب والتهجم وتجاوز الحدود اللي كتجاوز الحريه ديال الشخص، انه في بعض الاحيان هذا هو اللي كاين. ما نحكيش لك انه على الصحافه شنو كيتعرض ليه في الملاعب الرياضيه، لانه الملاعب الرياضيه ديالنا دي ربما نقطه اللي نشير لها للاسف. ملي كيجي معلق رياضي وكيدير تعليق وسط الجماهير، واش كتصور انه هذا الانسان غيقوم بالعمل ديالو على احسن وجه؟ انت كتعلق وكتقول مثلا هاد ضربه جزاء، ولا تقول هذا هدف ولا ماشي هدف، ربما كتبدي واحد الراي حسب القناعات ولا حسب الرؤيه ديالك. واحد السيد راه جالس قدامك هو كينوض، لان صاحبه عيط ليه في التليفون كيقول لي هذاك الصحفي راه قال، وكينوض كيعيرك، ولا ربما كاع يجي يبغي يتهجم عليك، ولا لان الملاعب ديالنا ربما باستثناءات قليله
كنظن لا تتوفر فيها الظروف اللي يمكن الصحفي يؤدي فيها العمل ديالو، لا المعلق الرياضي ولا اي صحفي اخر. سؤال، لماذا سينحاز صحفي لفريق؟ احنا في المغرب كنقول نقدروا نقولوا تصنيفات اللي كنبداو نديروا تصنيفات بعض الاحيان هي جائزه لا ربما لا علاقه لها بالحقيقه، انه في بعض الاحيان ملي كتقول واحد الفكره ايجابيه على واحد الفريق معين راك انت كتبغي هذاك الفريق، ولا قلتي فكره سلبيه عليه راك انت ما كتبغيش شيء وانت راك مع الفريق الاخر. اذا بعض الاحيان حتى الظروف اللي كيشتغل فيها الصحفي ما كاينش شي واحد اللي كيتفهمها، لانه كاين الانسان صحفي كيقدر يغلط في معلومه، هذا شيء وارد، ولكن هذا الشيء كله ذاك الانسان المتلقي او الانسان اللي كيدعي بانه راه ذاك الصحفي هو متحيز كيبني على معطيات اللي في بعض الاحيان ما كتكونش صحيحه. من بعد ملي تقصى المغرب، لانه انا كشخص او كصحفي كمغربي هذا شيء، ولكن كصحفي اعتبرت بانه راه كان الاداء اللي دارت بديك المقابله والطريقه ديال التدبير ديال المقابله ما كانتش بالشكل اللي خلينا ربما كان فيه انتقادات اللي كانت في هذيك اللحظه اللي كانت انتقادات ربما قويه، ربما كانت فيها شيء يمكن نقولوا انه ذاك الاحساس بالمراره ديال الاقصاء ديالنا لا في حق الفريق ولا في حق المدرب بدو زكي. من تماك ربما اعتبر البعض بانها حنا الطريقه باش تعاملنا معها، ولا الضيوف اللي حضروا معنا واللي كان لهم نفس الراي اننا ربما كان عندنا خلاف مع الزكي. كنظن انه تعاملنا مع لانه عندنا ربما بنفس الطريقه كنا تعاملنا مع مدربين اخرين في لحظات معينه في لحظات مشابهه. وكنظن انه الرضا ما عمره كيكون، لانه دائما الانسان هو في بحث دائم عن ما نقولش الكمال ولكن على الاحسن، لانه درنا عمل سابقا حاليا. كنظن انه عمل انا كنقول فيه الايجابي فيه السلبي، ولكن كيبقى المشاهد اللي تابع المسار لا ديال حسن فتح ولا ديال الاخوان ديال كاملين، انه اللي تابع المسار ديالي انه يكون عنده ملاحظات دائما. كما قلتي كانت انتقادات، كانت ملاحظات، كانت ايضا اعجاب، كانت بزاف الحوايج بين هذا الخليط. كنظن انه دائما الانسان كيبقى كيبحث على واحد النقطه اللي هي ديال ما نقولش كمال دائما، ولكن اقول انه احسن مما كان. كنظن انه الان عندنا فريق اللي في المستوى، خصوصا انه كيضم اسماء ونجوم اللي ربما عند المكانه ديالها في بطولات عالميه، واسماء اللي الان الوزن ديالها على مستوى الدولي كبير. اذا ما كنظنش انه 2019 غيكون من الصعب علينا اننا ننافسوا على الكاس، ولكن فقط ثاني ما ننساوش بانه الظروف ديال فين كتجرى المنافسه، فين كت فين كتلعب البطوله، هذا الا لما تنظمت المغرب في المغرب ان شاء الله سنه 2019 كنظن ان حدودنا غتكون اكبر وغيكون الضغط علينا اكثر على الفريق الوطني. ولكن كنظن انه الان الفريق الوطني كاين واحد الفريق اللي هو يمكن نطمئنوا عليه، كنتمنى هذا مجرد تملي وكنتمنى انه يصبح حقيقه، انه البطوله الوطنيه نحاولوا اننا للمدربين في اطار تعاون مع المدرب الوطني باش يكون عندنا عناصر اضافيه من البطوله الوطنيه داخل الفريق الوطني. واقع كره القدم المغربيه كنظن انه الان كاين اشتغال على العديد من الميادين، انه كاين هناك محاوله ايجاد واحد الصيغه اللي من خلالها تنطلق البطوله ديالنا بشكل اخر، وتعدد ما نبقاوش دائما كنتخبطوا واش احتراف واش هوايه. كنظن انه العمل الان كيدار على مستوى على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى تاهيل الفرق وتجاوز بعض المراحل ديال التسيير، خصوصا على الجانب المادي وايضا الجانب انه تسيير يولي واحد بشكل مضبوط وتعود مراقبه ديال الجامعه، خصوصا في الجانب المالي ديال الفرق. واكثر من ذلك انه الان الحلم انه اللي باقي الان ربما كتلقى باقي الصعوبات ما خلاتوش يخرج الوجود، هو انه ولما لا الفرق ديالنا تولي شركات. كنظن هذا
حلم ديال الجامعه، حلم ايضا ديال اي محب ديال الكره المغربيه، ولكن ربما المسار باقي فيه شويه العمل باش نوصلوا لهذه النقطه اللي ربما غتزيد بالكره المغربيه الامام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.